في إطار السعي نحو تفعيل دور المرأة في درعا وتمكينها من الإسهام في قيادة المجتمع وتحصيل حقوقها ومتطلباتها، نظم مكتب شؤون المرأة في مجلس مدينة بصرة الشام جلسة لمناقشة مشروع تعزيز شبكة المياه والآبار العامة في المدينة. قمنا نحن مكتب شؤون المرأة بدعوة لنساء المدينة لمناقشة مشكلة المياه، وذلك مع الجهات الداعمة برنامج تطوير لإيجاد حلول لعلها تكون فعالة لإيجاد حل هذه المشكلة ومعالجة قضايا ومعاناة المرأة في درعا. فيما جمعت الجلسة ناشطات وعاملات في منظمات المجتمع المدني، بالإضافة لنساء متضررات قمنا بطرح مشكلة نقص مياه الشرب وانقطاعها عن البلدات لأكثر من 7 شهور. مشكلة المياه بنعاني منها من أكثر من 7 شهور، انقطعت بسبب التجاوزات المحيطة، من سرقة الخطوط المياه، بسبب الضرب اللي عم بيصير، واليوم عم نحاول نحلها. يجتمع هؤلاء النسوة ليناقشن أموراً مختلفة ويحاولن إيجاد حل لأهم مشكلة طالما عصفت بحياتهن وحياة أطفالهن، وهي نقص المياه. عسى أن تجد المرأة السورية أذناً صاغية لمطالبها، لعلها تكون خطوة جديدة تستحقها المرأة لطالما تم حرمانها من إثبات وجودها واتخاذ قرارها، فاليوم أثبتت قدرتها على طرح مشاكلها والسعي لحلها. شام مقداد، أورينت نيوز، درعا.